السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى في الدرس الثاني من الوحدة الثالثة لمقرر الجيولوجيا 1 جيو 211 للصف الثاني ثانوي مسار كيم حي. عنوان درسنا اليوم هو أنواع الصخور الرسوبية. أهدافنا لدرس اليوم أن نتعرف على الصخور الرسوبية الفتاتية وأن نصف أنواع الصخور الرسوبية الفتاتية فقط. ما هي الصخور الفتاتية؟ هي صخور تتشكل من تراكم الرسوبيات المفككة على سطح الأرض، من اسمها فتاتية، هي عبارة عن رسوبيات مفككة على سطح الأرض. ما أنواع الصخور الرسوبية؟ نصنف الصخور الفتاتية بناء على حجم حبيباتها إلى ثلاثة أنواع، هما الصخور الرسوبية الخشنة الحبيبات، الصخور الرسوبية المتوسطة الحبيبات، والصخور الرسوبية الناعمة الحبيبات. ذكرنا في الدرس السابق أن النسيج يعتمد على حجم الحبيبات. لما أنا أقول صخور رسوبية خشنة الحبيبات، يعني أقصد حبيبات كبيرة الحجم، متوسطة الحجم، والناعمة أقصد الحبيبات الصغيرة الحجم. بنذكر كل واحدة بالتفصيل. أولاً الصخور الرسوبية الخشنة الحبيبات، بنلخصها، لاحظوا الصخر اللي عندنا في الصورة، لاحظوا حجم الحبيبات الكبيرة، عادة تكون حجم الحبيبات بحجم الحصباء، القصد في الصخر الكبير، كتلتها بتكون كبيرة نسبياً، وسائل نقلها لأنها حبيبات كبيرة نسبياً، فهي تحتاج إلى تيارات مائية عالية الطاقة عشان تقدر تنقل هذه الحبيبات الكبيرة. مثل شنو التيارات العالية الطاقة؟ مثل الجداول الجبلية، الأنهار الفائضة، مياه الانصهار الجليدي، يعني مياه تقدر تنقل هذه النوع من الحبيبات. مثال عليها صخر الكونجليميرات وصخر البريشيا، بنشوفهم في السلايدة. هذه عندي صخر البريشيا، لاحظوا حجم الحبيبات الكبيرة اللي فيه، وهذه صخر الكونجليميرات. إذا بنلاحظ الصورتين، بنلاحظ تتكون البريشيا على نقيض الكونجليميرات من حبيبات مدببة. شنو يعني حبيبات مدببة؟ لاحظوا الحواف هني حادة شوية بالنسبة حق الحواف المستديرة اللي هني. شنو السبب؟ السبب أثناء عملية النقل تحتك الحبيبات مع بعضها البعض فتتكسر وتصبح مستديرة. لكن إذا أنا عندي الحواف ما زالت مدببة، طبعا مدببة قصدي فيها حادة، هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن هذه الرسوبيات لم تأخذ الوقت الكافي لتصبح مستديرة. شنو يعني لم تأخذ الوقت الكافي؟ يعني أن هي نقلت إلى مسافة قصيرة واستقرت قريبة من مصدرها فبقت حادة. ليش شبهت هني بقلم الرصاص؟ الحين قلم الرصاص أول ما نبري بيكون شنو حافته؟ حادة. إذا كتبت فيه سطر سطرين بتبقى حادة، لكن إذا أنا استمريت عملية الاحتكاك والنقل كتبتها صفحة كاملة شنو بتصير؟ مستديرة. فحبيت أوضح لكم الصورة بهاي النقطة. أني حق النوع الثاني، النوع الثاني الصخور الرسوبية المتوسطة الحبيبات. هذه الصخور تكون بحجم حبيبات الرمل، يعني مثال عليها مثلا الحجر الرملي. الحجر الرملي وين تتواجد؟ وين أنا أشوف عادة هذه الأماكن؟ أشوفها في الجداول المائية، أشوفها عند الأنهار، عند الشواطئ، عند الصحاري، في أي مكان أشوف فيه صخور رملية. تتميز مساميتها عالية وبنوضحها بعد شوي، مثال عليها الحجر الرملي مثل ما نشوفها في الصورة. أوكي، الحين أنا قلت مساعة إن هي مساميتها عالية، ما المقصود بالمسامية؟ المسامية هي النسبة المئوية للفراغات الموجودة بين الحبيبات المكونة للصخر، هذه الفراغات. طبعًا الصخور الرملية تتميز إن فراغاتها عالية. طبعًا ما أهمية المسامية العالية في الصخور الرملية؟ ليش تتوقعون مهم إن الصخور الرملية تبقى مساميتها عالية؟ الأهمية تستطيع الموائع قصدي المواد السائلة أن تتحرك خلال الحجر الرملي بسبب مساميتها العالية، يعني لو ما كان في مسامات هذه الموائع ما تقدر تتحرك. زين، شنو استفيد الموائع؟ الموائع مهمة، مثل شنو موائع مهمة؟ مثل بترول، غاز طبيعي، ومياه شنو؟ جوفية. فأنا إذا بروح
أبي أبحث عن غاز طبيعي أو بترول أو مياه جوفية، وين أروح أبحث عنها؟ أبحث عنها في مناطق تتوافر فيها الحجر الرملي، فالموائع تقدر بسهولة أن هي تتحرك ما بين المسامات، ما بروح أبحث عنها في طين لأن الطين ما في مسامات، لكن ببحث عنها في مناطق في مسامات عشان ممكن أن أنا أشوف من خلالها البترول والغاز الطبيعي. إن يحق آخر نوع من الصخور الرسوبية الفتاتية هي الصخور الناعمة الحبيبات، حجمها حجم الغرين، الصلصال، الطين، وين أماكن تواجدها؟ تتواجد في المياه ساكنة، بطيئة الحركة، البرك، المستنقعات. طبعاً تتميز نفاذيتها منخفضة، طبعاً نفاذيتها منخفضة يعني أصلاً ما عندها مسامات، فتعتبر كحواجز تعيق حركة، مثل ما قلت لكم من ساعة، تعيق حركة المياه الجوفية والبترول. البترول أو المياه الجوفية إذا يصلون في منطقة طينية خلاص ما يقدرون أن هما يستمرون. فهاي بالنسبة حق الصخور الناعمة الحبيبات. وبكذي خلصنا درسنا القصير اليوم في الوحدة الثالثة. شكرا على حسن استماعكم.